لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اخوان الله يرحم الوالدين، كنتمنوا انكم تبارطاجيو هذا اللايف هذا باش الناس انهم يعتقوا هذا السيد هذا. راه مسكين ما عاقلش على راسه، ما كيجاوب ما والو، هو مده ازيد من يعني شي شهر ولا شهرين كينعس هنا، البرد عليه، الشتا عليه، كلشي عليه، كينعس في الزنقه هنايا. فكنتمنى انكم تعتقوا. الله يرحم لكم ميمتكم الاخوه، الله يرحم الوالدين. فهم غناخذوا الكلمه ديال الجيران ديالو غيهضروا على هذا السيد هذا. فكما قلنا ان هذا السيد كينعس في الشانطي هنايا. مشاهدي قناه الشعب قناه شوف تيفي، مرحبا بكم في البث المباشر العاجل مباشره من سيدي موسى بن علي نواحي المحمديه. هذا السيد هذا اللي عرض جاتنا اتصالات مع الساكنه ديال هنايا، تيقول لك بان هذا السيد هذا كينعس في هذه البلاصه هذه، ما عارف لا سميتو لا كنيتو لا حتى شي حاجه، كينعس هنا مسكين الحنين الله يرحيم. بغينا غنشوفوا، كنتمنى انكم تبارطاجيو باش عائلته يجيو لها الاخوه. راه ما عرفناش هذا السيد نعس في هذه البلاصه هذه، والمشكله الاخوه الكارثه راه منو الشانطي. ها الشانطي الاخوان، ها هو الشانطي كما كتشوفوا معنا، انه هو نعس هنا في هذه البلاصه الحنين الله يرحيم. ما كيعرفوا حتى شي واحد، ما كيعقل عليه حتى شي واحد. اخي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيفاش هذا السيد؟ عاودنا من الاول، كيفاش جا هذا السيد هذه البلاصه هذه اخويا العزيز؟ اخويا بالنسبه لي انا كندوز من هذه الطريق ديالي للدار، كنشوفوا ديما انا تقريبا واحد المده ديال شهر ونص حتى لشهرين بحال هكا. المهم قبل رمضان تنشوفوا ديما تيحطوا لي الناس الخبز كذا هذه، ولكن يعني الشمس هذه الشتا اللي دازت كامله دازت لي على ظهره. يعني الشتا كتصب عليه هو كينعس في هذه البلاصه هذه اخويا العزيز. الشتا بحال ما هكايا، بالنسبه للشمس هي كتشوفها هي فوق راسه دابا تضرب فيه، يعني ما كنتش ما قدرناش حنا هذا الشيء. حاولوا تتواصلوا معاه، شوفوا غير سميتو ولا كنيتو ولا فين ساكن. واخا تعطيه الفلوس دابا تعطيها لي ما يشدهاش من عندك، والو بحال غايب على الوعي هوايا. يعني حنا بغينا يعني اما العائله ديالو اللي شافوه يجيو يديوه، اما الجهات المعنيه تجي يعني تقديه للسبيطار، يعني على الاقل يلقى واحد السقف اللي وي ويلقى واحد الفراش، يعني واحد النادي. يعني هو مش شي واحد اللي عدواني ولا كيضرب ولا والو. لا ما عدواني ما والو، هذا السيد هذا كالم مده ديال شهر ونص الصرف دابا، هو يعني شاد كان الهيج تحول هنا. المهم بحال هكا ما عرفناش اش غادي يعني جالس هنايا. ودابا المشكل يعني هو الصاندي تقدر تدوز شي طوموبيل تضربو وتقدر تلاح، يعني غير شي تهرب شي طوموبيل تقدر تقتلو. بالنسبه لحوادث السير يعني بحال كتشوف يعني هذا السيد هذا الا ما ماتش عن طريق الشمس والشتا غادي يموت على طريق ولا ما ماتش بالجوع بعدا. راه كما قلت لي راه ضعاف مسكين، شو كيولى ولا شو كاين لا ضو بالليل لا والو، يعني كيدوز الطرقان هنا واحد يهرب على واحد يطيح في الفوس بالطوموبيل يقتلو، هذا هو اللي كاين. يعني يقدر يموت لو وقع عليه شي حاجه. شحال الوقت هو كينعس في البلاصه هذه اخويا العزيز؟ دابا حاليا واحد 3 ايام ولا 4 ايام هو هنا، ولكن في هذا الشارع نيت كان حدا السيد. ها هو السيد اللي حدايا دابا راه كان حدا الدار عنده واحد المده ديال شهر ولا شهرين. يعني جا عند السيد هو الاول؟ كان حدا السيد في الطريق، هو في الطريق هذه. انا بعدا شفتو شهر ونص ولا هذه دابا كنشوفو يعني تقريبا. واخا ناخذ الكلمه ديال الاخ عباس. السلام عليكم استاذ. السلام اخويا. حاول لينا من الاول كيفاش جا لهاد البلاصه هاد السيد هذا؟ اخويا داز رمضان كامل دوزو حدانا، وداك الشيء باش لقى السما كيعطيوه الناس. لا كيفاش جا النهار الاول؟ لا كيفاش جا؟ هذا كان في الشارع ومن واحد واحد كيجري عليه، كل واحد كل كيدوز تقريبا واحد 3 ايام 4 ايام تيتنقل لجهه اخرى. من بعد جا حدايا هنايا دازت عليه الشتا كامله، عينا عيطنا عليه وما كاين حتى شي واحد اللي بغى يعطي بغى يتصنت لينا. ودابا مسكين داوه واحد تقريبا واحد 3 ايام ولا 4 ايام، من بعد ثاني هو يجي لشي واحد لاحو هنايا في هذه البلاصه. يعني دابا المشكله ما عرفتش ولا عائلته، حاولته قلبته واش عنده هاز معاه شي لاكارت ناسيونال، هاز معاه شي حاجه، ما هاز معاه والو. الدري ما تيهضر ما والو، قاري الدري قاري القران وقاري كيدوي باللونجلي. كيدوي باللونجلي؟ بعض المرات شي كلمه تيقولها باللونجلي. يعني هذا ماشي يعني ومشكل في الحاله ديالو، ماشي شي واحد مصاخ ولا شمكان. السيد مسكين ماشي معدي، ماشي شي واحد معدي، شي واحد انسان مسالم كيدوس الدراري صغار ما كيأدي حتى شي واحد. واخا نحاولوا الناس تيقولوا قربوا، نحاولوا نقربوا الوجه لواحد الاخوه العزيز. فانتم الاخوه الله يرحم الوالدين، راه حنا بزاف ديال الناس نقول لك ما عندكش حق تبين لي وجهه، ما عندكش يعني عفاد يا اخوان. هذا رساله بغينا غير با امو اللي كانوا كيشوفوا فيه. ها هو الاخوه، راه ما عرفناش فين كيسكن، ما عرفنا والو. كنتمنى انكم تبارطاجيو. الله يرحم الوالدين، راه ما عرفنا عليه حتى شي معلومه، راه معروف عليه والو. راه بعدا الحمد لله قال لك الناس دابا راه بدا كياكل شويه، راه شحال هادي ما كان كياكل حتى شي حاجه والو، غير جالس هنا في الشاطئ. شوفوا معايا فين جالس الاخوان. هانتوما الطوموبيلات كيدوزو، تراكشورات كيدوزو، يقدر تدوز عليه شي حاجه، تقدر تضربو، الكلا يحاشيكم الاخوان، الفضلات ديالو كيديرو في بلاصتو الاخوان. الله يرحم الوالدين، كنتمنى انكم تبارطاجيو باش انا العائله ديالو اللي عرفوا ولا عرف عليه شي حاجه، نحاولوا اننا نجيو نعشقوا هذا السيد هذا. شوفوا مسكين الحاله كيفاش جالس، فتخيلوا معايا ان الشتا عليه، البرد عليه، ملي كتصب الشتا الدنيا كتغرق بالمياهات هنا الاخوان. فكنتمنى من الناس المسؤولين ديال جماعه سيدي موسى بن علي انهم يتدخلوا على الخط ويجيو يشوفوا من حال هذا السيد هذا. كما كنتوا معنا مشاهدين شوف تيفي، فهذه البلاصه الاخوان الناس. خويا عزيز البلاصه، خويا عافاك قول لي البلاصه فين كاين باش الناس يجيو. المنطقه هذه منطقه سيدي موسى بن علي تابعه تابعه لعماله المحمديه، يعني الطريق ديال بن سليمان، الطريق اللي جايه من تيطم الليل، الرابطه بين بن سليمان وتيطم الليل. يعني الرابطه بين بن سليمان وتيطم الليل. واخا خويا الناس
الناس اللي كيسولوا على البلاصه فين كاين هذه البلاصه بالضبط، نعاد لينا الناس اللي باغيين يجيو عنده ولا اللي بغاو يعاونوه ولا يجيو يحيدوه من هنا فين غادي يجيو فين يعني البلاصه. الناس غادي يجيو هنايا تال سيدي موسى بن علي ويسولوا على الدخله اللي كتدخل الدوار ديال الكاميرون راه معروفه. يعني الدخل ديال دوار الكاميرون. دوار الكاميرون راه غايجيو نيشان غادي يلقاوه هو في الطريق على الدخله، غايدخلوا شويه غادي يلقاوه. يعني هو دابا شحال الوقت تقريبا هو كاين في البلاصه؟ يعني انا بعدا اللي عارف شهر و15 يوم. يعني شهر و15 يوم هو كاين هنا. قبل رمضان هو كاين هنا. اش كياكل السيد؟ اش كيشرب؟ كيفاش عايش؟ كياكل يعني هذا الشيء اللي كتشوف قدام كيلو، واحد كيعطيه خبيزه، واحد كيعطيه مطيشه، واحد جاب ليها هو جاب ليه هنا فراشه، يعني اش غادي نقول لك على الانسانيه ديال الناس ممكن يعتقوه صافي، ولكن راه ما كاينش اللي غايبدل ليه ولا يضيعهم ولا كذا. حاولت اش وصلتوا مع الناس المسؤولين لجماعه سيدي موسى بن علي باش انهم يجيو يحيدوه من هنا؟ ما نكذبش عليك انا ما عنديش علم بلا سميتو، المهم انا حاولت مني شنا بحال هكا راه حاولنا ندخلوا صافي هذا هو اللي كاين. الله يرحم لكم الوالدين اخويا العزيز، كما كتشوفوا معايا مشاهدينا الكرام هذا هو السيد، يعني كنقول يعني كنتمنوا انكم تبارطاجوا الاخوان في جميع الجروبات لا ديال المحمديه لا ديال النواحي المحمديه، فانا كنقول انه هذا السيد هذا راه ولد غير العماله ديال المحمديه ولا الدار البيضاء، حيت ما يمكنش يكون ساكن بعيد، حتى انتم جا هنايا راه كيدوي بلونجلي يعني وكيقرا قران كما قالوا الناس دابا، والسيد يعني ماشي شي واحد اللي عدواني، راه ما كيضرب كيدير والو مسكين جالس في هذه الحاله، والمشكله الاخوان النهار كله هو جالس، يعني راه كما قالوا لي لك اخوان النهار كله هو جالس بحال هكا عندنا يومين ثلاث ايام، يعني هانتوما الاخوان النهار كله يعني يومين ثلاث ايام اربع ايام كتلقاه جالس بهذه الحاله هذه، يعني ما كينوض ما كيدير والو، فالله يرحم الوالدين اللي شافوا ولا تعرف عليه ولا عرف عليه شي حاجه نحاولوا نعتقوه، الله يرحم الوالدين، راه هذا السيد هذا مسكين راه ما عرفنا عليه والو، فكنتمناو ان العائله ديالو يجيو ليه، كنتمناو يعني الناس المسؤولين ولا العائله انهم يجيو يحيدوا هذا السيد من هذه البلاصه هذه. حدا مسكين مسكين جالس هنا راه لا ماكله لا شراب لا حنين لا رحيم، تخيلوا معايا ان يعني الحاجه ديالو كيقضيها في بلاصتو الاخوان. بالله عليكم الاخوان حنا في 2024 في جماعه حضاريه في نواحي المحمديه وكنشوفوا متشردين ناعسين في هذه الحاله هذه. فهذه رساله كنبغي نوجهوها للناس ديال المجتمع المدني ديال نواحي المحمديه وديال العمالات المحمديه. فاللي بغى يدير الخير هو الخير قدامكم الاخوان. اللي بغى يدير الخير كنتمنى انكم تجيو تعتقوا هذا السيد هذا راه مسكين كيعاني في صمت. راه مسكين الله يحنيه الله يرحمه ما عقل عليه حتى شي واحد، دابا سميتو كنسولو ما بغاش يقول لنا حتى سميتو. صاحبي السلام عليكم. فراه والو الاخوان راه كيضرب بلاصتو كيضرب في خاطرو ما كيس ما كي والو، يعني هانتوما الاخوان. كاين سبيطار هنا. 7 كيلومتر من الليل كاين السبيطار. يعني المشكل حنا قراب حنا قراب من طرطم الليل الاخوان، حنا ما كناش العائله ديالو يجيو ليه، حنا بغينا العائله الاخوان، هذا نداء العائله والناس المسؤولين ديال جماعه السيد موسى بن علي، فكنتمناو الله يرحم الوالدين انكم تجوا تشوفوا من حال هذا السيد هذا، الله يرحم لكم الوالدين، هذه رساله للعائله ديالو، انه يقدر يكون مسكين هربان، يقدر يكون مضر، يقدر يكون ما عقلش على راسه، فالله يرحم لكم الوالدين، إلا كنتو شفتوه ولا كنتو عرفتوه، فكنتمناو انكم تجوا تعشقوه الاخوان. راه هو مسكين عايش هنا بوحدو مسكين الله يحنيه الله يرحمه ما كيعقل عليه حتى واحد، فكنتمناو انكم تبارطاجيو هاد اللايف هذا ونعاودو نبارطاجيو باش ان الرساله توصل للناس المسؤولين. الى هنا مشاهدي قناه شاب قناه شفت فينك شباب هذا القدر على امل ان القاكم في مباشر اخر، شكرا والى اللقاء.